لما النبي صلى الله عليه وسلم كان تساؤلات هيعمل ايه لوحده، هو لوحده صلى الله عليه وسلم اول ما بعث وحيدا قال اوذيت في الله ولم يؤذى احد واخفت في الله ولم يخف احد، كان لوحده بيتاذى في الاول، طب يعمل ايه؟ فتساؤلات ازاي يوصل بالمجتمع وهو لوحده، ان ربنا بيقول له في اول سوره الفرقان، ودي المرحله اللي احنا نفسنا نوصل لها، ان يبقى في فرقان في المجتمع بين الحق والباطل. فاول سوره ربنا بيقول له تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. يعني انا دوري مش على قد قوسنا، دوري للايه؟ للعالمين نذيرا. طب ازاي؟ فربنا يقول له في سوره الفرقان، لان احيانا ممكن الداعيه يستثقل هذا الحمل او يتعجب هيعمله ازاي، فربنا بيقول له ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قيل صرفناه، الهاء دي عائده على المطر اللي جت في الايات اللي قبلها، ربنا وزع المطر، خلى المطر، يعني مش في حته واحده في العالم بينزل فيها المطر واللي عايز المطر يجي للمكان ده، ده ما بيحصلش، ده مش من سنن ربنا في الحياه، يعني مش مثلا الدنيا بتمطر في الجزيره العربيه بس، فاللي عايز مطر يعمل اللي يروح فين؟ الجزيره، لا ربنا ما عملش كده، ربنا خلى المطر يروح للناس فين؟ لغايه اماكنهم، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، وبالرغم من كده فابى اكثر الناس الا كفور. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا كان ممكن اعمل معاك زي ما عملت مع المطر، ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا. كان ممكن ربنا يبعت رسول للجزيره العربيه ورسول لمصر ورسول لبقيه افريقيا ورسول لاسيا وبقيه ورسول، مش كان ممكن ربنا يعمل كده؟ فربنا بيقول له انا كان ممكن، ما تستثقلش الحمل، انا كان ممكن اعمل زي ما عملت مع المطر. ما هو دايما المطر، الماء، الغيث، القرآن دايما بيتشبه بحاجتين، انه نور، بالنور وبالماء، الحياة والحياة الصح، النور يعني الماء يديك الحياة والنور يخليك تحيا الحياة الصح، هو ده القرآن. فربنا بيقول له ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. طب الحل ايه؟ طب انا لوحدي واوصل للعالم ازاي؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. الهاء دي عايده على ايه؟ على القران. وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني الحل انك تصنع نماذج فرقانيه من القران فهم اللي يروحوا في كل حته في العالم، بس الحل ان يبقى معاك القران، لو انت ما معاكش القران مش هتعرف تعمل حاجه.